الدري عادل كان صاحبنا واخونا وعزيز علينا، وداك الدري الاخر هو كان صاحبي وتصاحبت انا وياه في لونطريما، كان هو دري درويش بزاف الله يعمر ليه الدار، وعادل هو دري درويش هو وكبر معانا وخونا. نهار وقعت الواقعة الدراري تناقشوا بجوجهم على قبل الكلب، تناقشوا بجوجهم صافي الدراري ضاربوا، ها واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد، مشاو تكاو على الكرياج فكيناهم. واحد لحظة الدورة اللي داروا تلاقاو بالريوسة، فاش تلاقاو بالريوسة عادي ما جات فيه الضربة كيف ما الاخر عادي جات فيه هنا، صافي عادي طاح غيب. داك الدري معاه كان مريض بالعصاب، جا قوي يضربو ضربو برجلو الراس، صافي ضربو برجلو الراس، داز شوية عادي وقف غسلنا ليه وجو كلشي. داك الدري قال لي بقى فيا الحال لاش ضربتو جيبو لي نسامح معاه. مشيت عيطت انا لمو عبدو الدري اللي ضرب، مشيت عيطت لها هي وواحد المرا، صافي جينا عند دار عادل عيطنا ليه مشى معانا تسامحو كلشي، داز كلشي بخير. عادل قال لي باغي نمشي نعس، صافي مشى نعس سولو تلاقى مع باه، لقى باه تيتقيق قال لي مالك، قال لي ضربت راسي مع الباب ديال الحديد. صافي ختو وامو جايين من الحمام تيتلاقاو مع باه، قالوا لي مالك شنو طاري، قال لهم عادل مريض. طلعوا لقاو الدري مغيب وخارج عليه كشكوشه من فمو تيخرخر. صافي داو للسبيطار المنصور اللي الفوق، قالوا لهم خاصكم تديو لميريزكو. صافي كراو لومبيلونس داو لميريزكو، بقى الدري كوما مسكين 5 ايام. نهار ثلاثة تيعيطوا لينا في الصباح تيقولوا لنا عادل مات مسكين الله يرحمه. صافي تنطلبوا الله، الله يرحم عادل والله يدير لهم شي تاويل، وصافي الله يرحمه الله يرحمه مسكين. الدري اللي توفى المرحوم عادل اخويا كان عز على الكبير قبل من الصغير، كان كيكبر بالصغير قبل من الكبير، يعني كان عز على كل شيء. والدينا ولا الدرب ما كاينش واحد في الدرب اللي عضوا عليهم كاملين، واحد واحد ومشى رجلي على رجلي، ما كاينش اللي عاد تقول لي عادل الديب، يقول لك واحد الانسان اللي تيجبد الصداع ولا تيجي تيتعدى عليا ولا يعني اللي بينه وبين واحد العداوه اللي فهمتيني، يعني كتكون ديك العداوه ديال الطفوله وكذا، ولكن ماشي شي حاجه اخويا. ضعوا في والدي، ضعنا فيه حنا، ضاع في المجتمع، ضاع في شحال من واحد. انا حاولت في هذا الصداع قد ما قديتي، حاولت في هذا الصداع حيت الصداع من رباه، يا اما قاتل يا اما مقتول. الله يرحمه الله يوسع عليه، وهادشي اللي غنقول لك اخويا، والسلام عليكم.